ينضم إلينا عبر سكايب من مدينة ستوكهولم فراس بورزان الكاتب والباحث في الشأن الأوكراني. صباح الخير سيد فراس. الوضع اليوم في باخموت تحديدا، هل هنالك فعلا هذا التحقيق والانتصار الساحق والتقدم القوي للقوات الروسية، ومدى تموضع القوات الأوكرانية اليوم في باخموت؟ صباح الخير، تحياتي لك ولمشاهدين. حقيقة فيما يتعلق بباخموت، قبل أيام رفع علم على أنقاض المبنى الإداري لباخموت، رفع بريغوجين رئيس فاغنر علم شركته الخاصة وعلم الولايات علم روسيا، واعتبر ذلك تقدم لوسط المدينة. لكن هذه المنطقة حقيقة كانت لقطة إعلامية أكثر ما هي واقع حقيقي، لأنه منذ أسبوعين كلا الطرفين يتحدث عن حوالي ثلثين المدينة بيد الروس، يتم تمشيط المنطقة الصناعية التي تستمر معارك فيها. إذا نتحدث عن المنطقة الشمالية والشرقية، القوات الأوكرانية متموضعة في غرب المدينة في المناطق السكنية إذا أحسبتي، وهذه المنطقة هناك تصميم أوكراني على الاحتفاظ بها لأطول فترة ممكنة. طيب، ما أريد أن أقوله بما يتعلق باستراتيجية أوكرانيا، أوكرانيا في النهاية قد لا تحتفظ بهذه المدينة. نائبة وزير الدفاع الأوكراني قالت أن خروج من باخموت ليس نهاية العالم، لكن ما يتم الحديث عنه في كييف على الأقل ليس على الوسط بشكل إعلامي، أن تكون باخموت علف مدافع أو مفرمة لحم بالنسبة لفاغنر، لأنه كما نلاحظ من سير المعارك كل كثافة العمل العسكري هو موجود في فاغنر، بقية المناطق تقريبا لا يوجد أي نشاط عسكري فيها، وهذا ليخدم الهجوم المضاد الربيعي للأوكران. طيب سيد فراس، الحديث اليوم عن باخموت يقال بأنه يشبه الحديث عن سد ممتلئ، بمجرد اختراقه سينطلق سيل من الديناميكيات، سواء كانت العسكرية أو السياسية، باتجاه الجهة الخاسرة، وهذا ما أشار إليه زيلينسكي وقال إن خسرنا باخموت سيكون هنالك تنازلات لا حد لها ولا وصف، يعني فيما يتعلق بالتفاوض أو المفاهمات مع التفاهمات مع الجانب الروسي. هل هذا توصيف دقيق اليوم فيما يتعلق بباخموت؟ مرة أخرى هذا توصيف إعلامي. أوكرانيا تخوض معركة إعلامية حول باخموت للضغط على كثير من الأطراف، وأيضا ترك للقيادة الأوكرانية تترك مساحة لها، لكن بالاتصال مع القيادات العسكرية في أوكرانيا، الحديث باخموت ليست هي باخموت مكان مهم رمزيا، ولكن ليست هي في قلب الدنباس، يعني ما زال هناك نحن كراماتوفسك سليفيانسك، هذه المدن الرئيسية فيما يتعلق في دونيتسك والدنباس. لكن لا شك على المستوى الرمزي وعلى المستوى المعنوي ستكون هنا هذه ضربة بالنسبة للأوكران، لكن أنا لا أعتقد أنه هناك انهيار بالمستوى العسكري. اليوم يتم في أوكرانيا عمل على مدى الساعة للتجهيز للهجوم الربيع، هذا هو التركيز الرئيسي بالنسبة للقوة العسكرية الأوكرانية. من ستوكهولم فراس بورزان الكاتب والباحث في الشأن الأوكراني، أشكرك جزيل الشكر.